حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير، اليوم مع مدير تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ طارق ترشيشي. أستاذ طارق صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. نحن اليوم بأي مرحلة؟ هل نحن بمرحلة النهوض، بمرحلة العمل الحكومي، بمرحلة الانتخابات النيابية؟ نحن بمرحلة الانتخابات النيابية، معطوفة على اهتمام حكومي في بعض القضايا التي يؤمل أنه تدفع لبنان إلى الخروج من الانهيار. حتى الآن ما زلنا في مرحلة الأمال، ما بلشنا بمرحلة المرحلة العملية، لأنه في مفاوضات بدها تصير مع صندوق النقد الدولي تحت عنوانه بده يصير الشروع بالتنفيذ على الإصلاحات. لكن السؤال، هل لدى هذه الحكومة الوقت الكافي لإنجاز التفاوض مع صندوق النقد وبالتالي البدء بتنفيذ الإصلاحات؟ هذا تحدي كبير قدام هذه الحكومة بالوقت اللي عم نشوف أنه البلاد دخلت في المدار العملي للانتخابات اللي تقرر أن تكون في أزار، يعني بعد 6 أشهر من الآن. نقطة تعرف. ستحصل هذه الانتخابات، والنقطة الثانية أمام تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي بدأت تظهر مطبات سياسية على علاقة بحزب الله وموقف حزب الله من التفاوض مع صندوق النقد الدولي والشروط. لا، هو مش موضوع حزب الله، ما عم بيقول أنه أنا ضد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، عم بيقول أنه ما تفوتوا بإشياء مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تمس بالسيادة اللبنانية. هذا العنوان موقف حزب الله، هيك هذا كما هو معلن. بس هذا العنوان بيحمل تفرعات كثيرة، يعني لا، ما بعتقد أي أمر ما بعتقد يمس بالنسبة لحزب الله بالسيادة اللبنانية. في محل معين حزب الله والآخرين يعتقدون أنه لابد من التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول معه إلى خلاصات معينة يبنى على أساسها العملية الإصلاحية وعملية الإنقاذ، من دون أن يعني ذلك أنه صندوق النقد الدولي هو يحط إيده على البلد ويقول اعملوا هيك وسووا هيك. هلا إذا طرح مثلا موضوع صرف موظفين من القطاع العام بكميات بأعداد كبيرة، طيب هذا بيعمل مشكل بالبلد. بس اللي قالوا إن إطار آخر، إطار تفريغ، إطار تعاقدي، كل حلول موجودة. هلأ وحتى بالمعاشات، لذلك ما في قليل كثير من ما كانت سابقة. لذلك ما فينا هلأ نحكم على شيء، ما فينا نقول إنه والله التفاوض مع صندوق النقد، ما فينا شيء، بنصير مخاوف، البعض بنصير مخاوف، بس ما فيك من هلأ تحكم، لأنه بدك تشوف بالتفاوض شو راح يصير، على أي أساس بده يتفقوا، كيف يعني شو الآليات اللي بدها تنعمل، بده يصير توحيد تحرير سعر صرف الدولار وبعرف شو هالمسائل هذه. من هلأ ما فيك تقول شيء، هلأ ليبلشوا المفاوضات وعلى ضوءها بتبلش تظهر. عاطي الرئيس ميقاتي مهلة لهذه المفاوضات؟ هلا دائما في حكومات بتنعطى مهلة 100 يوم. هلا مهلة 100 يوم هي يعني كله عمرها 6 أشهر. يعني في انه هلا راح صلاح شهر مثلا، بعد في 5 أشهر او اكثر هيك شيء. يعني لأول السنة أنا برأيي ببين شيء، لآخر كانون أول ببين، بده يبين شيء بموضوع صندوق النقد الدولي، بموضوع صندوق النقد وبقضايا أخرى حتى، يعني حتى بموضوع الانتخابات، على هل ستجري على أساس القانون القائم النافذ أم أنه هالتعديلات المطروحة ممكن تنسف هذا القانون وتأتي بقانون جديد. قبل ما فوت على الانتخابات، شو رأيك بالوفد يلي تم تشكيله للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بأفراد هذا الوفد وبالانتقادات يلي تحدثت عن أنه الرئيس عون ضم إلى الوفد مقربين منه، وبالتالي بيت له السيطرة على هذا الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ لا، يعني لا، بالآخر لكن ما بعتقد أنه رئيس جمهورية بالآخر في محل، يعني ما في يقول انه انا والله بدي اخذ البلد لحالي وبدي اتعاطى، هذا موضوع، هذا شان وطني، شان مصيري، ما بيتفرد فيه لا رئيس جمهوريه ولا فريق بحد ذاته. المطلوب المفاوضات،
مين ما شارك فيها، الاستعانة الوفد يستعد فيها، الاستعانة بخبراء وبكذا، ايه اوكي، بس المهم النتيجة، مش مهم مين، يعني انه بالاخر اللي راح يتقرر بهذه المفاوضات بده يجاب على الحكومة. طبعا الحكومة هي بتقرر بالاخر، يعني علما انه والتفاوض بالمواضيع الدولية بالقضايا الدولية هي لصالح الجمهورية، لكن 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 بالاخر رئيس الجمهورية ما في يقول انه انا هذا نافذ بده يجيبه على مجلس الوزراء. بس انا عم بحكي بشكل الوفد، يعني بشكل الوفد والانتقاد، ما يعني كونه رئيس الجمهورية صاحب الصلاحية بمفاوضة يعني عقد المعاهدات الدولية، له صلاحية بهذا الموضوع، في سمي في كذا، في يعني عنده صلاحية بأنه يتدخل بتركيبة ال، بس بالآخر هذا كله ما بيؤدي، ما له أي نتيجة. النتيجة هي ماذا سيتوصل الوفد بمفاوضاته مع الصندوق، لأنه هذا ما بيقرر فيه بالآخر اللي رح يتقرر، ما بيبت في رأي جمهوري لوحده أنه أنا خلاص. بس بالسياسة تجاوز نجيب ميقاتي قطوع أول مشكل كان قد يقف عائق بوجه حكومته. لا بعتقد الرئيس ميقاتي يعني مثل ما قال قيل عنه انه يجيب تدوير الزوايا وكذا، ما مش يعني شخصيته غير صداميه، رئيس ميقاتي شخصيته وسطيه سلسه كذا، وهو بيعرف انه اي فشل رح ينعكس عليه خصوصا بهذه الظروف، لذلك منه بوارد فتح صدامات، انا هيك بشوف يعني منه بوارد فتح صدامات لا مع رئيس جمهوري ولا مع حدا، لانه الفشل بينقلب عليه هو بالدرجه الاولى، وهو يعني قرر يخوض غمار هذه التجربه وحاسب يعني كل شيء بهذا الموضوع، وهيك انه حصل على ضمانات دوليه. فبعتقد انه حريص هو من يعني بعرف الوضع اذا راح يساعده او شيء، بس انه بالاخر هو شخصيا حريص انه يحقق شيء بيكون له بصمه يعني او يترك بصمه فيه قبل موسم الانتخابات. علما انه اللبنانيين كانوا ينتظرون من الجلسه الاولى للحكومه اكثر بكثير مما صدر ببيان الختامي لهذه الجلسه، اللبنانيين عندهم هواجس اخرى، مهتمين بالكهرباء، مهتمين بالطاقه، بالتيار، بالمحروقات، بلقمة عيشهم، ما بين في شيء من هذا يعني القبيل في يعني الاجتماع الاول. المطلوب كثير والقدره على تنفيذه محدودة أنا برأيي، يعني هذه الحكومة ما يكون عندنا أوهام أنه رح تصنع المعجزات، بس بدها تحط حد للانهيار. يعني هذا يعني الحد الأدنى أنه وقف الانهيار، الحد الأدنى مطلوب منا وقف الانهيار، روحوا على انتخابات، خلينا ننتج سلطة جديدة، لكن هذه السلطة الجديدة هل ستكون جديدة فعلا؟ يعني رئيس ميقاتي ينتمي إلى هذه الطبقة السياسية المشكو منها، يعني في شكوى من هذه الطبقة السياسية وتحميلها مسؤولية تادي، لكن هل الانتخابات ستؤدي إلى نقل نوعية بأنه يعني حتى السلطة المشكو منها، حتى هذه المنظومة المشكو منها، هل يعني رح تجري نقد ذاتي لنفسها أو تطل بطل جديد؟ أنا لحديت هلأ ما شايف أنه اللي خرب هو قادر على. بس برأيك ما إنما أزومة حتى بالعناوين الانتخابية اليوم الرنانة اللي بدها تستعمل لحملتها، هنالك مشكل على هذا الموضوع، أي عناوين ستستعمل، كيف ستخوض هذه الانتخابات، أي من اللبنانيين ستتمكن من الاستمالة بأي أسلوب؟ يعني يعني بالصراحة كل القوى السياسية مأزومة على أبواب الانتخابات، أو غالبيتها لحتى ما عمم، يعني غالبيتها عندها مشكلة حقيقية، صار في انفصام، في انفصال، صار في يعني بين هذه القوى والقاعدة القواعد الشعبية تغيرت العلاقة، حتى من قبل 17 تشرين في شكوى كانت موجودة، فهل هذه القوى ستحظى بتأييد؟ أنا ما شايف، يعني في هلا وعد بيقول لك انه والله تحت وطئه الحاجه الماليه وكذا، انه يعني شو رايحين على انتخابات تزوير يعني نزور اراده الناخبين، الناس جوعتوا الناس وبالاخر تاخذ ال 100 دولار وصوت. بس ما هي اصلا كانت هيك عم بتصير بالانتخابات الماضيه، ايه كانت 100 دولار تطلع وتنزل. لذلك هذه الانتخابات ما بدنا نكون عندنا احلام ورديه انه والله رح تخلي،
تقلب زهر المجن وتجيب ما راح يجيب سلطة جديدة بمعنى جديد، بس أنه راح تحدث بعض التغيير الذي ممكن أن يبنى عليه. لكن أنا بقول أنه من هون للانتخابات في وقت، ما بعرف شو راح ينطرح ملفات، شو راح يكون بالكيف، كيف راح يتعاطى يعني المجتمع الدولي حتى مع هذه القوى السياسية، خصوصا أنه كتير عم نسمع حكي فتح ملفات ما فتح ملفات كذا هذا الموضوع يعني. فبعتقد أنه نحن رايحين على مشكل أو مش مشكل، رايحين على مرحلة مصير القوى السياسية فيها على المحك. طب إذا نحن رايحين استستاري على هذه المرحلة اللي مثل ما قلت مصير القوى السياسية فيها على المحك، لماذا ستخوض هذه القوى الانتخابات وليش ما بتأجل الانتخابات لكي ترتاح الأشواق؟ ما بتقدر تأجل الانتخابات لأنه المجتمع الدولي حطتها تحت المجهر. أما المجتمع الدولي حطها تحت المجهر عندما كان هنالك تشكيل للحكومة بعد كل اللي صار بلبنان. بعتقد أنه عملية القبول باستمرار الوضع كما هو صعب. القوى السياسية بقى فيها اللي صار بلبنان يفرض إجراء انتخابات بالوضع الطبيعي، يصير هيك أزمي بيصير انتخابات. لذلك بموعده بموعده بتصير، لا تأخير لا تأجيل ولا تحت أي ظرف أبدا، ممكن لا يمكن مستحيل تعمل يعني حتى لو كانت نقلة محدودة الفعالية بالوضع بدأت تعمل نقلة. كنت عم بتقلي عن بعض التغييرات إذا بتصير الانتخابات على أساس تغييرات بالقانون النافذ حاليا أو وفق القانون النافذ حاليا، عن أي تغييرات عم تتحدث؟ عم تتحدث عن المغتربين وما يحدث الأمر اليوم من بلبلة؟ لا يعني المغتربين أنا برأيي تأثيرهم بموضوع الانتخابات، إنه إذا حتى بده يطلع لهم 6 نواب يعني مش هالتغيير مش تأثير الكبير. يعني أنت مع الناس اللي بيقولوا إنه 128 مش 6، بس إنه يعني رح يكون مجلس ملون يعني بشوية تغييرات مثل ما قلت لك يبنى عليها للمستقبل إن شاء الله. يعني الأمور تروح بمنحة أنه القوى السياسية تعيد النظر بحساباتها بخطابها السياسي بتعاطيها مع الوضع، وإلا بالآخر أنا بعتقد هذه فرصة عندهم، فرصة هذه القوى السياسية هذه المنظومة عندها فرصة إما أن تصلح نفسها وإما أن رح تروح في 60 دهية مثل ما بيقولوا. بس بالقانون أستاذ برجع بقول لك أنه الرأي العام يمقت هذه الطرق السياسية، يمقتها و يعني بس ما هو ذاته هذا الرأي العام الذي تقول أنه يمقت هذه الطبقة السياسية سيعيد وجوه كثيرة من هذه الطبقة، يقال 80% سيعودون إلى البرلمان بالانتخابات المقبلة، وهناك يكون تغيير هامشي بين 10 إلى 15% على أكبر تقدير. القوى الحقيقية رح تحافظ على يعني عندها تمثيل. مين يعني القوى الحقيقية؟ يعني عندك حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني، يعني هو اللي رح يحافظوا على تمثيلهم بعتقد إلى حد كبير من دون تراجع. ما يمكن البعض من يتراجع، يعني في رهان على تراجع لدى تيار المستقبل ولدى التيار الوطني الحر. في هذا الكلام ممكن يكون عندهم مشكلة بهذا الموضوع، بس بعتقد الثنائي ما بعتقد وضعهم التمثيلي تغير، ما تغير. سيدعم حزب الله، سيدعم التيار الوطني الحر ويقف إلى جانب جبران باسيل، وهل سيقبل جبران باسيل والتيار الوطني الحر هذا الدعم مع تسليط الأضواء الدولية عليه أكثر فأكثر؟ أنا بعتقد خلينا ننطر الانتخابات من هون، لو موعد انتخابات في كتير أشياء بالواقع الإقليمي والدولي قد تكون تغيرت أو ستتغير التحالفات تنعكس بشكل أو بآخر في لبنان. ممكن نرجع نشوف تحالفات على غرار العام 2018، يعني أصدر تحالف رباعي ممكن لك بالانتخابات، وبال2005 صار تحالف رباعي كانوا بعضهم السوريين طالعين من لبنان واغتيال الشهيد رفيق الحريري. بالانتخابات ما في شيء مقدس، انتخابات تحالفات تفرضها المصلحة،
يعني ممكن تشوف اثنين على نقيض بالسياسي بيتحالفوا بالانتخابات. ف كل واحد براهن على تحالفاته وبيتخلى يمكن عن كثير اشياء مشان مصلحه انتخابيه. بعد الانتخابات بيرجعوا على المشكل، يعني بتشوف اثنين متصارعين قبل الانتخابات بيفوتوا على الانتخابات متحالفين، بعد ما تخلص الانتخابات نادرا ما انتهت التحالفات الانتخابيه لتحالفات سياسيه، بيرجع كل واحد لعمه وذاته. فهذا هذا لبنان، هيك تعلمنا وهيك التجارب. المصلحة الانتخابية وما يفرضه القانون الانتخابي على الأفرقاء السياسيين هي الأساس، هو الأساس، هي الأساس من أجل تأمين حاصل انتخابي لل ومن أجل تأمين يعني تفضيلي وكل هذه الأمور. يعني كل واحد بده بيطمح أن يكون عنده أكترية، أو بيطلع عنده يعني بقول أنا بدي مثلا 10 نواب، بدي 10-20. ولا تنسى أنه هذه المعركة الجاية الانتخابية معركة من يحصل على الأكثرية النيابية. طب برأيك بالمراقبة من هم أي شارع هو المأزوم أكثر شيء؟ الشارع المسيحي وين ما رح تكون المعركة هي طاحنة؟ بالشارع المسيحي انتبه، في معركة قوية رح تكون، منافسة قوية بين التيار الوطني الحر وحزب الهوات اللبناني. بالشارع السني كمان في معركة بين مين ومين؟ يعني بين الحريرية السياسية وخصومة أو يعني، لانه صار في بالشارع السني بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي صار في نوع من فرز، او بده يصير نوع من فرز بهذا الاتجاه. في كمان في منافسه، في منافسه على من يكرس نفسه هو الزعامه السني الاقوى في لبنان. قد يكون نجيب ميقاتي هو هذا الشخص اذا نجح من هلا للانتخابات النيابيه المقبله ان يقود البلاد الى بر الامان، قد يكون هو، مش اذا خاض الانتخابات، اذا وكل او كان عنده تحالفات او كان عنده افراد يرشحهم، هو قد يكون ممكن، ولكن المنتصر. ممكن، ولكن انا بشوف انه بالساحه السنيه بعتقد انه بيت من الصعب انك تكون زعامه واحده بعد الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري. ليه؟ لانه صار في تعدد التوجهات وتعدد قوى وتعدد بس الاقوياء هن سعد الحريري نجيب ميقاتي هم الاقوى. وان يكون لكن في طبقه من الطامحين كل واحد عم بيحاول يكون نهاد مشنوق اشرف ريفي هذا يعني هل الشباب اللي عم بيحاولوا عندهم عم بيعبروا عن طموح معين. هذا هلا كل حال هيك هذه ظاهره حلوه تكون انه بكل الطوائف بكل لا بكل الطوائف يكون هالتنافس والتعدد ظاهره منيحه. يعني مش بدك توصل عند الثنائي الشيعي هلا بدك حتى تفرض هذه الظاهره لدى الثنائي الشيعي. حتى الثنائي الشيعي الوضع بتحسه خاص، يعني في قوتين كبار هني حزب الله وحركة أمل، في قوة تانية يعني بس يعني هل قد حجمها ما قدرت تكبر حجمها. يعني مش انه والله هودي هيمنة، هذا الوضع، هذا الواقع الشيعي بلبنان هيك. الواقع السني بتلاقي انه في كذا، في قوتين، في ميقاتي، في حريري، في بس كمان في تشعبات حواليهم، في آل إسلام، في سنيورة، في كذا يعني بال يعني رح تكون أشياء لدى الطرف السني ستكون مناطقية، زعامات مناطقية أكثر مما هي زعامات سياسية. يعني بده حاول، يعني لازم بده يتبلور بالآخر بالساحة السنية، بده يتبلور زعامة يعني تكون إلى حد ما تكون يعني مجمع عليها. عرفت كيف؟ إلى حد ما يعني علما لكن أنه بلبنان موضوع رئاسة الحكومة كونه هو هي الموقع المتغير دائما، هذا بيفرض أنه هو اللي بيفرض هذا الواقع بالطائفة السنية، هذا التغيير، هذه الحركة الموجودة لدى الطرف السني. يعني في رؤساء حكومة سابقين بيزيدوا ما بينقصوا. عرفت كيف؟ حضرتك من
من يؤيدون لربما ما يقال عن أنه الحريرية السياسية انتهت، سعد الحريري قضي عليه سياسيا لأنه لا يحظى بدعم المملكة العربية السعودية، علما أنه يحظى بدعم الإمارات وهي تقوم كما تقول المعلومات بتمويل معين لسعد الحريري بالآونة الأخيرة. لا أنا بقول ما في شيء بينتهي، ما الحريرية السياسية ما انتهت، لا ما انتهت، هلا تضعف ممكن تكون ضعفت بس ما انتهت. ما حدا بيقدر يلغي حدا بلبنان، ما حدا بيقدر يلغي حدا بلبنان. دعم السعودي أو دعم الإماراتي بهذا الموضوع ما له تأثير كثير بقصة تحديد إنه من مش بيلغي أو ما بيلغي دعم، ما بيلغي. يعني في بصمة الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري موجودة بالبلد، في إرث له، هذا الإرث ما انتهى، ما انتهى. فما فينا نقول إنه الحريرية السياسية انتهت. شو فينا نقول؟ تقلص دورة، ضعفت، تراجعت، ضعفت. طب الرهان الحريري هو كبير جدا على الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك من أجل تثبيت يحاول يخوض معركة انتخابية قوية لإعادة إثبات حضور. شو مفاتيح النجاح؟ أي مفاتيح يجب أن يحصل على كتلة نيابية على عدد كبير من المقاعد النيابية؟ وكيف سيستميل؟ يعني لذلك بمهاجمة التيار الوطني الحر والرئيس عون، أنا برأيي ملزم، يمكن يكون ملزم يجي لتحالفات، يمكن يكون هو مش مقتنع فيها. مع مين مثلا؟ يعني ممكن يرجع يعمل تحالفات مع حزب الله، مع حركة أمان، مع التيار، بس هيدا بقويه أو بيضعفه؟ يعني خاض سعد الحريري معركة قوية بالمرحلة الأخيرة قبل خروجه من رئاسة الحكومة بوجه التيار الوطني الحر الرئيس عون، بوجه حزب الله بالحد الأدنى، محافظ على علاقة متينة بنبيه بري. بعد كل المعركة اللي قام فيها ممكن يتراجع خطوة للوراء؟ هلا ما بدك شو وأكسبته هذه المعركة بالحديث عن حقوق بدك السنة، بدك تشوف مصالح الآخرين، بدك تشوف مصالح الآخرين له مصلحة يتحالفوا معه أو لا. هو له مصلحة، أنا بقول بدك تشوف هني. الثنائي الشيعي ما بعتقد انه يعني من هواة انه الغاء الحريريه السياسيه مثلا، هو بالاساس فضل الثنائي الشيعي، فضل سعد الحريري من الاساس. لذلك عم اقول لك بالانتخابات في مصالح سياسيه، مصالح تفرضها، مصالح تحالفات. ونأمل يعني أنه هالانتخابات ما تعيد نفس الإطار اللي كانت فيه قبل، نفس الوجوه، نفس يعني كل أسماء، نفس المفسدين. كل فريق سياسي بده يحافظ على وضعه، بده يسعى فيه يحافظ على وضعه بالأوادم، لأن بكل فريق سياسي فيه أوادم. بدك تشوف، بدك تشوف، يعني ما فينا نقول شيء هلأ. ما الموقف الغربي من هذه الانتخابات؟ يريد طبعا الغرب لهذه الانتخابات، ولكن بنفس الوقت هو من يدعم؟ يدعم القوى التغييرية، أي قوى تغييرية، وحضرتك بتعرف أنه هي متبعثرة تحاول أن تجتمع تحت لواء مجموعات. يعني إذا بتسند للخطابهم هني ما بدون هذه الطبقة السياسية، ما بدون هي، لكن في واقع ما بيقدروا يهربوا منه، في قوى راح تضل محافظة على وجودها، في قوى بدها تضعف. هن ما بدهم هذه الطبقة السياسية، أو لا يريدون حزب الله من ضمن هذه الطبقة السياسية لوقتها. بدك تشوف شو يصير وضع بالمنطقة، بس الوضع يبدو يتقدم لمصلحة إيران. يتقدم أنا برأيي لمصلحة التسويات، تسوية تفرض نجاح إيراني بعد ما كان يراد إخراج إيران سريعا من المنطقة. لا ما في تسويات برأي إقليمية متوازنة، يعني الجميع يكون الرابح. ايه رابح، السعودية رابح. تريد اليمن، كله رح يطلع رابح. ولبنان؟ لبنان أيضا بده يستفيد من هذا الوضع إلى تحسين أوضاعه الاقتصادية. يعني تعودنا كل التسويات اللي بتصير بالمنطقة عم تيجي مصلحة لبنان. بس شو الثمن أستاذ طارق؟ الثمن هي الحدود البحرية، الترسيم على الحدود الجنوبية، شو هو الثمن؟
المكاسب، التوطين، اللاجئين، النازحين، شو بده يدفع لبنان ثمن؟ أنا برأيي ما لازم يدفع شيء، لازم يعطوه، لأنه دفع مش مختلفين عليه، دفع كثير. بس أنا بالأجندات تبعهم حضرتك بتعرف إنه في أكثر من عنوان. لا بعتقد إنه لا، ما في من يدفعوا لبنان زيادة بقى، ما في من يدفعوا. طب والقضايا الملحة اللي موجودة من ترسيم الحدود إلى موضوع التوطين؟ هلا بالقانون الدولي إذا إله حق لبنان بده ياخده بالترسيم، ما فيهم يلغوه. بوضع النازحين بده يلتقى حل، لأنه بالآخر لبنان ما قادر بقى يتحمل هذا العبء الكبير. بموضوع اللجوء الفلسطيني إذا في تسوية ما في توطين، لأنه هذا ضد الدستور. بس بنفس الوقت طالما عم تحكي عن الحدود الجنوبية وما يمكن أن يكون على الحدود الجنوبية، هنالك كلام عن أنه الطرف الإسرائيلي سيعدل بالوفد لشمول سياسيين داخل هذا الوفد، والطرف اللبناني هنالك ململ في وفده. إسرائيلي عم يدفع علي يجعل هذه المفاوضات سياسية، يوصل لبنان لشيء اسمه تطبيع. لبنان مدرك هذا الموضوع، ما راح يفوت القصة. كيف سيعالج الموضوع؟ يعني إذا أجا الطرف الإسرائيلي وقال أنا أدخلت السياسيين إلى هذا الوفد، شو راح يكون الموقف اللبناني؟ قادر يطلع من هذه المفاوضات؟ قادر يتخلى عن مفاوضاته بأمس الحجر إلى الطرف الإسرائيلي بلش عملية الطفل؟ يدخل سياسيين بده يفوت بمفاوضات سياسية، لبنان ما بيفوت فيها، بيفاوض تقنيا. قاعدة ثابتة. طبعا ما بيفوت السياسي. رح نروح على فاصل، ومن بعد الفاصل هون الكثير من الملفات نتابعها مع الأستاذ طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفة الجمهورية. نعود إلى حوار اليوم من الـ OTV. أستاذ طارق، كنا عم نحكي عن الثمن اللي عم يدفعه لبنان، وحضرتك مصر تحت الهوى كمان أنه ما بقى في أثمان يدفع لبنان تجاه ما يجري، سيكون متلقي بظل التسوية القائمة. بس بكل تسوية، رغم أنه اسمها تسوية، في طرف ينتصر على طرف في لبنان. أرجع بقول لك، اللي رايح بالمنطقة شيل موضوع إسرائيل على جنب، بكل ما يتعلق بأزمات المنطقة الوضع رايح إلى تسويات رابح بسموها. وين سيتويشن؟ إنه تسويات ترضي الجميع. طب وبلبنان يعني رح يكون حزب الله سوي بتيار المستقبل، سوي بالاشتراكي، سوي بالتيار الوطن الحر، يعني 14-8 بالصيغة اللي بنعرفها رح تكون مرتاحة لهذا النوع من التسوية؟ يعني بعتقد 14 لازم يكونوا أدركوا انه خطاب ما ادى للنتائج المطلوبه. بالمقابل 8 اذار كمان بده يدركوا انه هذا البلد يحكم بالتوافق، وهن مدركين انا برايي هذا الموضوع. فالفريقين بالنهايه بده يروحوا على توافق. اي صيغه حكم؟ اي صيغه حكم؟ هلا في انتخابات. بعد الانتخابات منشوف. الأقوى يحكم أم التوافق يحكم؟ لو أنا وضع طبيعي في ديمقراطية وعلى المسطرة وكذا وما في أزمات، بقول لك أنه الأكثرية تحكم والأقلية تعارض. بس أنت بوضع بعدك محكوم بأسلوب التوافق في إدارة البلد. هذا اللي وفي استاذ طارق حديث اليوم عن تركيبات نظاميه جديده، رغبه بالاطاحه باتفاق الطائف. احد الضيوف اللي كان موجود على البلاتو مكان حضرتك تحدث وقال انه الرئيس عون لن يسلم الا بتغيير الطائف. الطائف لن يتغير، والطائف ثابت دستور. بده يصير بدك تعدل الدستور والطائف يتغير الى الامام مش الى الوراء. طيب في رغبه موجوده؟ هلا اذا ما فيش رغبه موجوده، على الاقل في رغبه انه الكل عم بيقول خلينا ننفذ الطائف. مش يعني الطائف فشل. ما في عوده عن الطائف. ما في عوده.
كل كلام عن نظام جديد غير كله واقعي. كله يعني الطائف هو صيغة متوازنة أريد لها أن تخرج البلد من الحرب، حصل بموجبها بعض الإصلاحات، بدك تطور بتطور لقدام مش لورا. على مثلثة؟ لا ما في مثلثة، بس كان في محاولة لفرض واقع المثلثة منذ أشهر قليلة مضت. والبلد لا يحكم بالمثلثة، بلد يحكم بالتوافق، وما حدا بيقدر يلغي حدا. يقال أنه سيعطى المسيحيون موقع رئاسة كجائزة طردية، بس أنه لن يكون لهم الدور الأكبر في الحكم أو دور في الحكم، على أساس أنهم لم يعودوا يشكلون أكثر من 32%. لا أبدا أبدا، المناصفة موجودة، موجودين بكل مؤسسات الدولة ومؤسسات فعلة، موجودين بمجلس وزراء مثل الآخرين، موجودين يعني مثل موجودين الشيعة، موجودين السنة، موجودين مجلس الوزراء هو السلطة الجامعة. بس الصيغة الحالية لتوافق الأديان أو توافق التعايش الطوائف كيف بدها تكفي؟ اليوم البطريرك الراعي يتحدث عن الشرعية، ولا يجوز ادعاء الشرعية بظل وجود من أنشأ جيشا بديلا للدفاع يقصد حزب الله. يعني ما بعرف البطرك شو يعني، عنده رأيه، بس لكن الموضوع مش هذا، مش هون المشكل، مشكل مش هون، مشكل كيف بدنا نطلع البلد من الانهيار. دي عنده وصفة يقدمها. بس يعتبر البطريرك الراعي أنه من أسباب الانهيار هو دخول لبنان في لعبة المحاور، وقوفه إلى جانب المحور الإيراني. أمتى لبنان ما كان بلعبة المحاور؟ لا. يتحدث يعطي أمثال بالستينيات من القرن الماضي، بيرجع لهذه الصيغة التي يريدها البطريرك الراعي. حتى في الستينيات بالقرن الماضي كنا في لعبة المحاور، لكن في حلف بغداد وكان في مليون قصة. شو لبنان أمتى كان لحاله؟ أمتى كان محايد لحاله لبنان؟ معنا حتى لو كان هو محايد كانوا الآخرين ما يقبلوا. مع فرق وحيد أنه اليوم بالنسبة للبطريرك الراعي هو هنالك فصيل خارج الشرعية خلق لنفسه جيش. لا هذا يعني أنا برأيي هذا موضوع يجب أن يعني يدرس بعناية. مش هيك الموضوع، الوضع مش هيك أبدا. ما حدا عنده قدرة أنه يسيطر على الآخرين ويتحكم بالدولة. شو بدي بكل هذا الحكي؟ في واقع، مين بتحكم بالدولة هلا؟ ناس تحت خط الفقر، مين بتحكم بالدولة؟ أي حسابات إذن للبطريرك الراعي؟ أي حسابات للبطريرك الراعي؟ يمكن يا أخي أعمل لك يمكن موقف سياسي عند البطريرك الراعي، بس ما بديش ناقش فيه، بس إنه خلينا نشوف مين بتحكم بالبلد وبالقرار بالبلد. مين؟ القوى الدولية، مش اللبنانية. هذا الوضع اللي هو في لبنان نتيجة قرار دولي. هذا يعني مش حزب الله. حزب الله لا قدرة لحزب الله على التحكم ببعض القرارات الأساسية في 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 لبنان. أنا لا ما بشوف هيك. حتى عندما تهم حزب الله بأنه هو من قام بتعطيل الحكومة، هذا وقت بنقال هذا الموضوع أنه والله فلان فريق فلاني، أنا ضد أنك تحط فريق وتقول أنه أنت المشكلة. كلهم مشكلة إذا بدك تحكي بالمعيار، كلهم مشكلة. كل القوى مشكلة. إذا بتحكي بدك تحكي بالتفصيل بالأساس، في قوى دولية هي عم تدير اللعبة بلبنان، هي عم تتصارع بلبنان. يعني هذا الانهيار اللي صار في لبنان هذا نتيجة قرار دولي، مش قرار محلي. بس الانفراج اللي صار بلبنان نتيجة قرار مشترك فرنسي إيراني. نعم، وأمريكاني طبعا. أذعنت أمريكا، أرادت أمريكا هذا الحل، مش أمريكا هي فوضت فرنسا. ولو تغاضت عن قانون أيسر وكذا وبدأت تجيب كهرباء للبنان وغاز مصري وكذا، شو هذا؟ هيدي عناوين لتسويات مقبلة في المنطقة، مش فرنسي وإيراني بس، أمريكاني. في تسويات عم تنطبخ بالمنطقة، وسوريا جزء من هذه التسويات. نعم سوريا واليمن والعراق وتركيا وآخرين.
على كل حال عندما نتحدث عن فرنسا نتحدث أيضا مؤخرا عن زيارة جوكاني إلى لبنان التي تنطلق غدا، ونتحدث أيضا عن ما قيل عن عقوبات على 22 شخصية لبنانية بعد ما عرفنا أساميهم بشكل واضح، ولكن شخصية لبنانية من مستشارين إلى رجال أعمال إلى سياسيين، عقوبات تقضي بمنع من دخول أراضي الفرنسية. إذا كانت فرنسا راضيت بتشكيل الحكومة، لماذا تحركت اليوم بموضوع العقوبات؟ ربما يكون لها علاقة بالانتخابات. كيف يعني؟ تسفيه هذه الشخصية قبل وصولها إلى الانتخابات. يعني غير مرضى عنا فرنسيا قدام الرأي العام المحلي والعالمي أنه هذه شخصية فاسدة. أوين رايحين على الانتخابات؟ طب الولايات المتحدة الأمريكية وضعت عم أقول لك أنا قبل الانتخابات على قائمة قبل الانتخابات قد نشهد فتح ملفات، قد نشهد عقوبات لإضعاف قوى. بس برأيك هذا الموضوع يضعف هذه القوى أو يقويها؟ يعني الوزير جبران باسيل استفاد من العقوبات الأمريكية اللي فرضت عليه لأنه كان الوحيد اللي تعرض لهذه العقوبات، استفاد منها ليظهر بموقع الضحية، بالتالي ما تراجع، ثبت نفسه. نفس الأمر قد يحدث فرنسيا الآن. لا ما بعتقد هذه بتشبه، ما بعتقد. ليه؟ بتشبه. فرنسا ستشمل قائمة أكبر أوسع لاستهداف فيها لشخص ممكن بس إنه يعني حتى كمان عنده الوزير بس عنده معاناة من هذه العقوبات، حتى ولو تبين إنه ضحية كذا ما عنده، عنده مشكلة عم يسعى ليشيلها ما عم يقدر يشيلها. عرفت كيف؟ فوض فيها. يعني وكان الجواب انه هي قانون موجوده بالكونغرس، ما في غير شيء، ما في غير شيء عند الامريكان، هذه اشياء ما بيتغير بالهيك مثل عندنا بلبنان، والله شلنا قانون والغينا قانون، عندهم ما في، عندهم عندهم السلطه استمرار. طب والفرنسيين لقوا انه الافق الاوروبي مقفل، بالتالي توجهوا الى اجراءات احاديه. ايه لانه بالاتحاد الاوروبي القرار إذا دولة واحدة بتعارضه ما بيمشي، لذلك لجأوا الفرنسيين إلى الخطوات الأحادية. بس هي كلها عبارة عن منع سفر. هلا هي كقيمتها المادية القصة، إنه إيه شو القصة تمنع سفر عنه، بس هي الرهان على قيمتها المعنوية، تأثيرها المعنوي على هذا الشخصية، إنه هذا منعوه من الدخول إلى فرنسا، معناتها هذا فاسد، هذا كذا، هذا مرتكب، هذا عرفت كيف؟ ماذا عن زيارة جوكان إلى لبنان غدا؟ لك هو وقت اللي حكى الرئيس بيأتي عن ضمانات دولية، كأنه حصل على وعد فرنسي بتحريك تنفيذ مقررات مؤتمر صادر، لذلك كان الاتصال الفرنسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه السعودية مساهم كبير بهذا القرارات، حتى بهذا فيطمح الرئيس مياتي، وهناك وعد فرنسي يبدو بأنه يتم تحريك هذه المليارات صادر. بعد موجودة هذه المليارات؟ هلا هي موجودة بالقرارات، موجودة موجودة يعني. هلا بس هنالك من يقول في فرنسا أنه صادر بيت ورانا، اليوم نسعى إلى مؤتمرات صغيرة تأتي بمساعدات على قدر ما يمكن. هن عم يسعوا لمؤتمر جديد الفرنسيين، ولكن الوعد الأساسي أنه هلا إذا حصل يعني أن يزور الرئيس مئات المملكة العربية السعودية، ممكن يعني هو بده يروح حابب يزور الدول الخليج، بده حابب يبلش بالسعودية، لحد هلا بعد ما في مواعيد او شيء. فاذا قدر حصل على بضعه مليارات من صادر معطوفي على ممكن ان يحصل نتيجه التفاوض مع صندوق النقد الدولي، انه ممكن يقدم كم مليار لمشاريع بنى تحتيه وما اعرف شو، بنعمل نقلة، لكن بعدنا بإطار الحكي كله. هلا دوكان جاي
لا يوحي بالاهتمام الفرنسي بأنه نحن موضوع صدر بعده قيد الاهتمام. تعالوا نعمل نشوف نحرك، يمكن يدعي لمؤتمر آخر لصدر اثنين، ممكن ممكن تحت عنوان لعله أنه نحصل على العيد. وهذا الأمر ما بيمشي من دون ما يكون هنالك دور للمملكة العربية السعودية. لذلك بدنا نشوف محمد بن سلمان، نشوف لحديت هلا شو كانت نتائج هالاتصال. ما تظهر شيء عنه بعد. لا بموضوع لبنان بعد يعني ما أعلن شيء. وما علم، يعني يمكن عند المعنيين يكون علمه شيء بس ما في شيء ملموس. بس فرنسا يلي لم تنجح في اقناع السعوديه بالسير بسعد الحريري، وحتى لم تنجح باقناع السعوديه بانه نجيب ميقاتي كمان فليكن له دعم، هلا رح يقدر ايمانويل ماكرون بهذا الظرف يلي فيه التسويه تولد والكل يشد الحبال سيتمكن فيه من اقناع السعوديه؟ يراهن على الموضوع ايمانويل ماكرون؟ هلا هو يراهن بس كمان ما تنسى انه في مفاوضات سعوديه ايرانيه وفي كلام انه ايجابيه وعم تتطور، وهلا رايح وفد مشان يفتح سعودي على طهران مشان السفاره، عرفت كيف؟ ف ممكن يحصل، ممكن، ليش ما بيمنع؟ انه بالاخر الروحيه السعوديه كمان هي روحيه الدخول في تسويات بحسب ما عم بيبين، بدليل الحوار مع الجانب الإيراني. وفي عندك موضوع اليمن، يبدو أنه موضوع اليمن كمان اقترب من أنه يصير في تسوية ما تؤدي إلى أنهاء الحرب هوني بانتصار السعودية. وفي عندك كمان التطور بالوضع السوري، أنه في كثير حكي أنه كمان إيران إلى الجامعة العربية بتكون إيران المنتصرة في سوريا، السعودية المنتصرة في اليمن، عن انسحاب أمريكاني من سوريا، هذه كلها عناوين تؤشر إلى أنه في تسويات عم تنطبخ ماشي. يعني لا يمكن استبعاد رضا السعودية، يعني أي تطور إيجابي بالمنطقة ينعكس على لبنان. وأنا ما بعتقد أنه السعوديين تخلوا عن مصالحهم بلبنان وأنه خلاص ما بدنا شيء وكذا، ما بعتقد يتخلوا. هم لا يريدون حزب الله بشكل واضح، يعني عنده مشكلة. طب هذه بتنحل إذا انحلت قصة اليمن، إذا انحلت، إذا صار تطور جدي في وهو الأمر يلي يعمل عليه حاليا من أجل أن يكون هنالك ختام للحرب في اليمن بانتصار السعودية. حتى كمان إذا تطور العلاقة أكثر مع إيران، سعودي مع إيران كمان، هذا بنعكس، ما هذا عنوان مشكل بالمنطقة، يعني مش إنه والله يعني. طب استصدار إذا السعودية بقيت خلال هذه المرحلة على موقفها المبدئي، ماذا عن الكويت؟ هل ستتمكن الكويت من خرق المظلة السعودية اللي موجودة والذهاب باتجاه مساعدة لبنان؟ هل يخطو نجيب ميقاتي باتجاه زيارة الكويت كزيارة أولى مثلا، أو زيارة قطر أو زيارة الإمارات؟ هلا لك معروف في علاقات مميزة بين لبنان، وفي عطف كويتي دائم على لبنان، بتحس انه الكويتيين بيحبوا يدعموا لبنان. هلا حدود هذا الدعم بيضوء هذا الواقع الموجود والموقف السعودي، كمان له علاقة بما سيقول إليه الوضع في المنطقة، تسويات في الوضع في المنطقة. لكن أنه بالآخر يستطيع لبنان أن يحصل على مساعدات ولو بالحد الأدنى، يخي أكسجين، عرفت كيف؟ يمكن هذا اللي عم بفكروا فيه، يعني بفكروا بأكسجين للبنان بانتظار التبلور التسوية، لن قلت المرحلة للانتخابات. هذا الأكسجين رح يعوم القوى السياسية بنفس الوقت كمنقذة، يعني ما بعرف قديش. برجع بقول لك، ليك هذه القوى السياسية شو ما عملت مهزومة حتى لو نجحت بالانتخابات، لأنه في شيء عند الناس، في شيء انكسر عند الناس، في سخط، في غضب. بدي أروح معك استفيد من الدقائق القليلة المتبقية بالموضوع القضائي، موضوع القاضي طارق البيطار، المسار اللي سلكته الأمور بين كف يد القاضي بيطار بانتظار قرار القاضي إيليا، كيف رح يكون هذا الموضوع؟ حزب الله نجح حيث فشل الآخرون؟ مش موضوع حزب الله، الموضوع المرفأ
مش موضوع حزب الله انه بتتصغر احيانا الامور وتنحط عند طرف. حزب الله صغر الموضوع عندما جعل شخصيه بين وفي الصفا وطارق بطار. لا، وقتها بده يكون في تسييس. لا حزب الله ولا غير حزب الله رح يقبل بالتسييس. يعني حتى 14 اذار اذا في تسييس مش لازم يقبله. التعاطي مع هذا الملف انا برايي الجانب القضائي في ثغرة فيه، والجانب السياسي في مخلوط بين ما هو يعني جدي وحريص على التحقيق وانه ما يتسيس، وفريق بين الناس حريصين انه يحاولوا يهربوا من الموضوع من تحمل المسؤولية. طب ومشهدية الايام الماضية شو بتعني؟ مشهدية الايام الماضية انه لازم القضاء يعيد النظر بطريقة التعاطي مع الموضوع. قضية حجرية بهذا الحجم ما فيك تستنسب فيها. هلا عم يتهم القضاء بالاستنساب، هلا ممكن يكون في شيء منه، بس انه هذه قضية مش سهلة. في 200 شهيد، 215 شهيد، في 6000 جريح. بس هذا ما بيعني استاذ طارق خضوع القضاء للسياسة، يعني عم تقول استنساب. اليوم إذا صار في تغيير سيقال إنه هذا القضاء خضع لأهواء حزب الله و لا مش هيك، لا لا مش هيك. القضاء بالأساس لازم ما يمنع التدخلات السياسية ويتعاطى بشفافية مع الموضوع. القضاء وقت بده يسمع لحدا ويطنش عن حدا ما هذا ما منيح. بس هيك عم بيصير اليوم؟ لأنه هيك متهم، مش هيك عم يقول هيك متهم، بس انه بالواقع على الارض في تساؤلات انه ليش هيك وليش مش هيك. قصة بلشت بجورجيا لازم تنتهي باسرائيل وموزمبيق التحقيقات فيها. بس ما حدا بيعرف شو المعطيات اليوم يلي بيد القاضي اللي عم بيصير. انا برايي المتواضع يعني ما لي حق اتدخل بالقضاء، بس اللي مبين انه نحن عم نحاسب النتائج مش عم نحاسب الاسباب. يعني عم جيب حاسب ناس بتهمة التقصير، بينما أنا المطلوب أعرف مين جابها هيدي، مين دخلها، ومين الفجرة. هذا المطلوب، هذا المطلوب بالأساس. بعدين بيجي على التقصير. هو المطلوب الكل، يعني هو المطلوب كل شيء، كل مسألة. بس بالأول بدي أعرف مين قصر، مين كذا اللي قصر. توصل لقصر اللي قصر بيجي بالدرجة الثالثة أو رابعة. بدي اعرف مين. بس دخلها. مش يمكن بهالاسامي يلي قيد التحقيق يلي هي مانا متهمه، هي هو في تحقيق معها، هنالك بعض المسؤولين عن إيه بس بيكون هدفي ادخال هذه بس انا إيه بالدرجه الاولى هدفي الاساسي هو اعرف مين جابها، مين دخلها، ليش جابوها، مين مستفيد من تفجيرها، شو كذا. هذا الاساس. بعدين بس اللي عم بقوله مش ممكن يكون بها الاسماء. ايه ما عم بقول متورطين بها. ما عم بقول ممكن مثلا ممكن، بس انا بالاساسي هدفي الاساسي هذا لازم يكون كقضاء. في علاقه بين نترات البقاع ونترات بيروت؟ والله ما بعرف هذا موضوع يعني. لا بالمعلومات المتوفره لديك وبالمتابعه. انا يعني انا ما بعرف يعني حديث هلا حسب ما ريت يعني حسب ما بعرف يعني في شيء هذا لازم القضاء يحط ايده عليه وبشده. كمان غير مقتنع بالمسار القضائي اللي عم يسلك في البقاع. لازم ينعرف هذه شو قصتها هذه نترات البقاع، لانه اذا نعرف اذا لها علاقه بالنترات المرفأ معناتها قصه كبيره. معناتها قصه كبيره. بدي ارجع لموضوع القضاء. طب انا ماني مش مختلف معك، ولكن في علامات استفهام ايضا على حزب الله والاسلوب. طب انه انا اليوم حزب الله بكل ما امثله ببعث الاستاذ وفيق صفا ايضا بما يمثله بحزب الله. انا بعتقد لك هذا انا بعتقد حزب الله يتعاطى بهالطريقه. ما بعتقد مش سؤال يعني اساءه الزميل اللي انا الهاشمي ما بعرف اذا كان، بس انه ما بعتقد حزب الله بيتعاطى باسلوب انه والله بدي هدد ما مش 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 دفاعا، بس مش طريقه شغله. بس بكل الاحوال اذا كان لدى حزب الله هنالك رساله يريد ايصالها الى القاضي في وصل له اياها شخصيا، يعني ليش بده يعملها عبر وسيط او عبر اعلامي او انزعاج. بس انزعاج حزب الله يطرح علامات استفهام في عند كما كان منزعج من القاضي فادي صوان اليوم منزعج من القاضي عند الحزب، وهذا ثبت بمجموعه خطابات السيد حسن نصر الله. عنده انتقاد وعنده خشية من انه في تسييس التحقيق وعم يتخذ باتجاه
والله ان والله في فريق معين هو المسؤول عن هاي القصه. طيب بدي اسال سؤال، انا مين مستفيد من هاي؟ يعني حزب الله تقصد؟ يعني يخشى انه عم ينعمل ملف بهذا الاتجاه. انه والله كذا يخشى او لديه معطيات؟ ممكن كمان، ممكن يكون لديه معطيات عن سير التحقيق، ممكن ممكن انه عم يركبوا عم بيركبوا له ملف بهذا الاتجاه. يعني برأيك لا نتيجة قضائية قريبة بهذا الموضوع؟ ما بعتقد لأنه الطريقة تتبخر أيضا النتيجة. أنا برأيي القضاء لازم يرجع يعيد النظر بأولوياته في هذه القضية. على أي قاعدة؟ جابت مين دخلها؟ مين الأطراف اللي ممكن تكون مشاركة فيها؟ وين أسوار أقمار الصناعية؟ هذه بهذا الأساس بالموضوع لنعرف مين اللي ركب هذا الفيلم، مين فجره، اذا كان فجره بالجو من الارض من كذا. هذا لازم يصير. الرئيس نجيب ميقاتي وفي البيان الوزاري لحكومته كان واضح بالموضوع القضائي، استمرار بالتحقيقات حتى النهايه للوصول لنتيجه. صح، لازم هيك. بس تحقيقات مثل ما عم اقول لك، سيتيح الموضوع بعد اللي صار. بعد اللي صار ما بعرف اذا يطيح او لا، لانه اذا اطاح اولا مشكله، لانه اولا تعيينات غير موجوده. هذه قضيه وقت بتعدد فيها الشيء القاضي وحط قاضي وكذا، معناتها ما بتوصل لنتيجه. بده القضاء بالاساس يعيد النظر باولوياته في هذه القضيه. الاولويه الاساسيه ان نعرف من ادخل هذه النيترات ومين خليها تقعد ما بعرف قديش من مرفق، ومين فجرها. هذه بس تعرف هول الاشياء، ساعتها كل التفاصيل الثانيه، هيدا مقصر، هيدا ما بعرف شو، بتتعالج القصه. يعني نامل بنتائج قضائيه، بس يعني المسار يلي تسلكه الامور. امبارح قرار يلي صدر لصالح الوزير نهاد مشنوق بكف يد القاضي بيطار، مهله الشهر يلي موجوده، هنالك خوف انه اليوم كمان بعدم وجود تعيينات ما يكون في عنا امكانيه للاستمرار بالموضوع في حال كفت يد القاضي بيطار. هنالك من يريد ان يذهب بهذا المسار القضائي الى مكان اخر لطمس الحقيقه. هلا طمس الحقيقه مش لمصلحه البلد، لانه في استخفاف بحوالي 200 بني ادم استشهدوا. يا عمي يا استاذ طارق، يا طالما كان هنالك استخفاف. لا 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 لا، هذه القصه قد تكون شرح يطول، قد تكون شرح يطول، قصه طويله، يعني ما راح تامل بنتائج قريبه. أنا بدي أشكرك أستاذ طارق ترشيشي، مدير تحرير صحيفة الجمهورية، على هذا الحضور. الله يخليك. الشكر موصول للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء. شكرا.